الفساد، قفلت حنفيات الفساد. تمام. وأتمنى أن كل وزارة بتقوم بمشروع جماهيري تحت وحدة وزارة الإسكان توضع هذه الشروط. الإقبال الكبير من المواطنين ده ثقة في وزارة الإسكان وفي الدولة. قبل كده ناس قدمت وهي يعني هي عاملة زي الورق النصيب انت وحظك، مفيش تدخل من مفيش تدخل بشري من أي فرد. حتى احنا نفسنا لما بنيجي نتكلم على مثلا حد او كده يقول لك انت ما لناكش دعوه، مفيش تدخل بشري خالص، الكمبيوتر هو اللي بيحكم حسب البيانات اللي بتتحط فيه، هو اللي بيختار حسب البيانات الموضوعه فيه بناء على البيانات بتاعه المواطنين. تمام. فالاقبال الكبير ده دليل قاطع وبرهان ساطع على ثقه المواطنين في الدوله، وان المشروع ده جاد والناس اللي بيقوموا عليه بيقوموا فعلا بيبذلوا مجهود ضخم جدا 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 ان هو ينتهي خلال سنه 500,000 شقه. انا مش بجامل، انا بقول الحقيقه، وان كان في شويه ملحوظات ممكن ابقى اقولها بعد كده. تمام، ابقى معنا استاذ جمال العليمي الصحفي المتخصص في شؤون الاسكان، وننتقل الى ضيف اخر الدكتور محمود غيث رئيس الجمعيه المصريه للتخطيط العمراني. دكتور اهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك دكتور محمود. إلى أي مدى تستطيع هذه الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة في أن تلبي رغبات المواطنين خصوصا من ذوي الدخل المحدود والفئات المهمشة في الدولة في الحصول على الحق في السكن وتملك شقة؟ أنا الحقيقة أحيي الجهد الكبير اللي بتقوم به وزارة الإسكان. والموضوع له أربع جوانب حضرتك. ألا وهي حجم الوحدات المطروحة وخصائص الوحدات المطروحة والمواقع والاشتراطات. تمام. بالنسبة للحجم، يعني أول مرة يكون عندنا مشروع بهذا الحجم، ولا بد أن يعني ننظر لهذا بشكل إيجابي. لكن أيضا عايز أضيف هنا، يعني حجم احتياج السنوي عندنا يصل إلى 500,000 وحدة تماما، فضلا عن القصور القائم ومتراكم من سنوات سابقة. فنحن مطالبين وإحنا في سباق كبير جدا بين معدلات المطلوب إنجازها وما هو قائم بالفعل. أتمنى أن هذا الرقم يتزايد مع الوقت. هذا أولا بالنسبة للحجم المطروح. بالنسبة للمواقع هي أيضا يعني فيها ميزة جديدة، أنها موزعة على مواقع مدروسة بشكل جيد أفضل من سابقة من المشروعات. ولكن أتمنى المزيد من الدراسات التي تمكننا من توزيع هذه الوحدات بشكل أفضل على جميع أنحاء الجمهورية وفقا لقاعدة معلومات أكثر دقة. ثالثا، خصائص الوحدات. حضرتك لا يخفى على حضرتك ان هناك يجب ان يكون هناك تطابق بين خصائص العرض وخصائص الطلب. وايضا هنا ارصد اجتهاد كبير في تحسين خصائص الوحدات، ولكن ما زال هناك مسافة بين خصائص الطلب بدقة على الفئات المختلفة والاكثر احتياجا وملائمة الوحدات المطروحة من حيث المساحة والمكونات إلى آخره من الخصائص. النقطة الرابعة، الاشتراطات. أنا طبعا موضوع القرعة وموضوع الأداء الإلكتروني الاختيار، أنا أتمنى أن يكون هناك أعداد أكبر من هذا لكي يمكن تلبية وإشباع الاحتياجات الكبيرة جدا، والتي في كل مجمل هذا نشعر أن أيضا هذا الكم هو محدود في مواجهة الطلب المتزايد والمتراكم. ولكن في كل الأحوال أرصد تحسن كبير في برنامج الإسكان، نحيي وزارة الإسكان عليه. شكرا لك دكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، كنت معنا عبر الهاتف. نعود مرة ثانية مشاهدينا إلى المهندس صلاح حسن مدير مشروع الإسكان الاجتماعي. باشمهندس صلاح، نود أن نعلم منك، هل هناك من شروط مختلفة
لمن يود أن يتقدم على أراضي الإسكان الاجتماعي؟ أنا بس لو سمحتني يعني أنا بشكر الأستاذ جمال العليمي لأن هذه شهادة لا نستحقها. إحنا كل اللي إحنا بنعمله هو إن إحنا بنجتهد بعملنا لأن ده دورنا ودور وزارة الإسكان في مجال محدود الدخل، وإحنا بناخد مرتباتنا وشغلنا على إن إحنا نخدم محدود الدخل. ده بداية، وده شكر واجب لأن فعلا هذا الرجل أنا يعني تعاملنا مع بعض بالتليفون، ولكن الواقع ان لازم اشكره على الشهاده اللي قالها اللي احنا لا نستحقها. تمام. اما بخصوص تعليق الدكتور محمود غيث، فطبعا ده كلام منطقي وكلام علمي، وانا بطمن الدكتور محمود ان احنا الحمد لله الاراضي المدروسه الاراضي اللي بنعملها في المدن الجديده اراضي مدروسه جدا، ولكن في محافظات الوجه البحري بالتحديد او المحافظات اللي هي الاراضي اللي فيها اراضي زراعيه عندنا ندره املاك الدوله فيها، وبالتالي نعمل على الاراضي المتاحه لدينا، ويمكن احنا في بعض الاحيان نضطر الرأسي وليس الافقي عشان نعمل اكبر عدد من الوحدات في حاله ان الشوارع وخط التنظيم يسمح لنا بذلك، انما في المدن الجديده احنا عندنا الحريه والتخطيط الفعلي اللي نقدر نعمله على الاراضي اللي في حدود المدن. احنا في المحافظات بتبقى عندنا مشكله، وهو سيادته يعلم تماما هذه المشكله. اما بخصوص تلبيه احتياجات كل شريحه، انا بطمن سيادته ان احنا عندنا النهارده في مجال الاسكان في وزاره الاسكان، احنا بنتكلم بس عن مجال الاسكان الاجتماعي لمحدود الدخل فقط. انما عندنا شريحه اخرى وهي شريحه متوسطي الدخل، ودي مشروع لها مدار مصر. لا غير دار مصر. تمام. طيب باشمهندس، نود أن نعرف ما هي الشروط التي يجب توافرها في من يريد التقدم لأراضي الإسكان الاجتماعي. لا أولا سوحتي عشان بس إيه ما يبقاش تدخل في أكثر من اختصاص، أنا بتكلم عن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل. أنت معني بالوحدات السكنية فقط. ده مجال شغلي فقط. تمام. أما مجال الأراضي ففي زملاء آخرين ممكن تمام أحسن مني. طيب مهندس صلاح، من لا يستطيع أن يحصل على أي وحدة من 100,000 وحدة في المرحلة الأولى، هل سيدخل يعني تلقائيا إلى المرحلة التالية التي سيتم طرح فيها 400,000 وحدة سكنية، أم عليه أن يقوم بسحب كراسة شروط من جديد لهذه الوحدات الجديدة التي ستطرح في المرحلة التالية؟ وطبقا لتعليمات الرئيس اللي احنا بنأسسها في موضوع 400,000 وحدة، أن أي مواطن هيتقدم وينطبق عليه شروط هيستطيع الحصول على وحدة سكنية إن شاء الله. وعشان كده الاستمارة اللي موجودة في الكراسة اللي بيشتريها المواطن فيها اختيارات وبدائل، هو النهارده بيختار البديل اللي هو عاوز يحجز فيه اول حاجه. وليكن نضرب مثال، لو هو النهارده عاوز ياخد في مدينه 6 اكتوبر مثلا، فبيكتب الحجز في محافظه الجيزه مدينه 6 اكتوبر. عنده بدائل اخر مكتوبه تحت هذا الاختيار، وهو يا اما بيختار انه ينتظر المرحله، او بيختار انه بيسحب مقدم الحجز. هذا هو مرحله مهندس صلاح. تفضل يا فندم. الصوت بس ليس واضحا، تفضل. تفضل يا فندم. تفضل. تمام. طيب ان هو بيختار البدائل يعني. تمام. طيب مهندس صلاح، ايضا نود ان نعلم منك في حالة يعني على سبيل المثال أن الشخص الذي فاز بالوحدة السكنية هذه، هل من حقه أن يتملك في الأرض التي تقام عليها البناية السكنية أو العمارة السكنية؟ ده طبقا لشروط كل مشروع. يعني في مشروع في الكراسة بتاع الأراضي ممكن تقول إن بيسمح إنه بياخد فيه يعني لا بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعي أو يعني بناء عن شروط كل مشروع بتختلف من مشروع لآخر. يعني لو بياخد اراضي سكنيه ممكن الاراضي السكنيه فيها شرط بيسمح ان هو لو خد اسكان اجتماعي ياخد ارض او لا يسمح، فده بيرتبط وبيعتمد على شروط كل مشروع. تمام. هل حدد سعر الوحده السكنيه في جميع يعني المدن التي سيطرح بها، وهل السعر واحد ام هو مختلف من مدينه بخلاف مدينه اخرى؟
لا طبعا احنا لما بنيجي ننزل المشروع ده، المشروع ده زي ما انت حضرتك شفت كده ونازل على مستوى ال 27 محافظه والمدن الجديده، فتاخد سعر معتمد من مجلس الوزراء في سعر الوحده 154,000 جنيه. ودايما بنأكد ونقول ان هذا السعر الدوله تقريبا مدعماه بقده او بنفس الثمن، لهذا السعر غير محمل عليه ثمن الارض، ثمن المرافق، ثمن تنسيق الموقع، ثمن الخدمات، محمل عليه قيمة الدعم النقدي اللي بياخد المواطن اللي بيخفض من ثمن الوحدة اللي بيصل إلى 25,000 جنيه، محمل عليه فرق فائدة الدعم، فائدة القرض اللي بياخد المواطن، لأن القرض اللي بياخد المواطن على 20 سنة الفائدة 7% طبقا لمبادرة البنك المركزي. هل من الممكن للمواطن مهندس صلاح أن يقوم بدفع يعني ثمن الوحدة نقدا مرة واحدة أم عليه أن يحصل عليها بالتقسيط؟ اعتقد حضرتك توافيني تماما ان لو مواطن النهارده معاه 154,000 جنيه صحه يبقى مش محدود الدخل. صحيح تمام، عشان كده هذه الوحدات معموله بنظام التمويل العقاري. طب ربما يتساءل البعض لماذا حدد نظام التمويل العقاري فحسب وليس للمواطن حريه ان يقوم بالتقسيط مع نفسه زي لا ما هو بقول لحضرتك نظام التمويل العقاري ده اسمح للصندوق الاسكان الاجتماعي، انت عارف ان المشروع ده انشئ له صندوق اسمه صندوق الاسكان الاجتماعي. هذا الصندوق من مصادره ان هو حصيل بيع الوحدات اللي تم انشائها سابقا. ميزه صندوق التمويل العقاري ان الصندوق ميزه التمويل العقاري ان الصندوق بياخد ثمن الوحده بالكامل في بدايه ترسيم الوحده، فبالتالي بيستطيع ان هو عنده يكون عنده موارد يبني بها وحدات اخرى في مراحل اخرى. انما لو التقسيط على فترات بعيده فهنا بيقلل موارد الصندوق. تمام، شكرا لك مهندس صلاح حسن مدير مشروع الإسكان الاجتماعي، وكذلك نتوجه بالشكر إلى الأستاذ جمال العليمي الصحفي المتخصص في شؤون الإسكان، وكذلك نشكر الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني. سيظل معنا المهندس صلاح حسن مدير مشروع الإسكان الاجتماعي، ولكن الآن مشاهدينا نتابع طائفة من آراء المواطنين في الشارع حول رؤيتهم لمدى الإقبال على وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة. نتابع. والله الإسكان ده أنا محتاج إن أنا يتوفر لي سكن كويس وهو فيه إقبال، بس طبعا فيه مميزات مش تمام فيه، يعني باجي مثلا يقول لك في شقة في المكان الفلاني بيجي تعبني بروح كذا مرة بتردد عليها، يعني بيبقى فيه تعب شوية على ما بحصل على الشقة وعلى المكان ده. في ناس النهارده وصلت 56 سنه وقربت تطلع على المعاش يا ريس، وللاسف الشديد لغايه النهارده قاعدين في سكن مفروش مش ايجار، مفروش يا ريس لان مش لاقيين. هو طلبات ان الشقه تيجي ده اكيد، ده حقي، يعني لما انا اقدم والشقه تيجي ده كاي شاب اكيد لازم محتاج ان الشقه تيجي، فبنعمل اللي علينا. اقل حاجه تقدر تقدمها دلوقتي في الوقت اللي احنا عايشين فيه شقه من 90 متر ل 120 متر، يعني مش هينفع يبقى اقل من كده. يعني شقق كانوا في الاول اول ما فتحوا خالص قالوا في شقق 40 متر و45 متر دي لا تصلح اصلا للسكن فيها، تكون قريبه شويه من المدينه، ما تبقاش محذوفه 10 كيلو بعيد عن المدينه السكنيه، تحتاج واحد يكون معاه عربيه، وهتحتاج هتبقى عبء كبير قوي على الاسره اللي تقعد هناك. كانت هذه مشاهدينا طائفة من آراء المواطنين في الشارع المصري حول طرح الدولة لوحدات الإسكان الاجتماعي. الآن مشاهدينا ننتقل إلى غرفة المتابعة الإلكترونية لاستعراض مجموعة جديدة من مشاركات مشاهدينا الكرام التي وصلت إلينا على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتقل إلى ياسمين القفاص. إليك ياسمين مرة ثانية. برحب بيك مرة أخرى شهاب، وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي البرنامج. يمكن كل الناس شايفة أن الإقبال كثيف ولكن عندهم بعض الملاحظات، تعالوا نشوف مع بعض تعليق من عبد المنعم عبد القادر. عبد المنعم بيقول: بصرف النظر عن نسبة الإقبال، كيف يأتي الشاب المتزوج بمبلغ 9,000 جنيه ثم يطلب منه سداد مبلغ 35,000 عند الاستلام؟ يبدو أن مشاكل الشباب سوف تظل أبدية أبد الدهر. محمد العريشي بيقول: حقيقة أنه لا يوجد نظام للتواصل مع المسؤولين